في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، تواصل الوزارة توجيه قوافل مساعدات عينية وطبية وخدمية وإنسانية للمناطق الحضرية الجديدة والأكثر احتياجاً لدعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. إسهامات وزارة الداخلية على المستويين الإنساني والاجتماعي تتواصل بهدف تقديم الدعم والمساندة للمواطنين بكافة فئاتهم، بخاصة في المناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجاً. من هنا انطلقت قوافل المساعدات العينية والطبية والخدمية التي وجهتها الوزارة لتلك المناطق لمباشرة عملها. هذه القوافل تأتي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقد استقبل المواطنون من قاطني المناطق المستهدفة بالمساعدات القوافل بترحاب كبير، فهي تمثل فرصة لهم للاستفادة من إمكاناتها الطبية والخدمية والإنسانية. أنا كنت معدي النهاردة بصراحة، شفت القافلة موجودة، رحت داخل كاشف ودول العلاج وتمام التمام، يعني اتبسطت بصراحة. طيب أنا نزلت لقيت القوافل الدكاترة شغالة وكشفت وخدت علاج ومشيت، وإحنا نفسنا تستمر على طول معنا هنا. حيث بدأ أطباء القافلة في مباشرة عملهم في الكشف على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. أنا النهاردة كشفت، كان عندي صدر تعبني، كشفت الدنيا علاج، كتر ألف خيرهم وكشفوا على الدكاترة وناس محترمة وناس كويسة. إلى جانب الكشف الطبي على المواطنين، فقد تواصلت الفعاليات الأخرى للقوافل من خلال توزيع مساعدات عينية على المواطنين في تلك المناطق في أماكن تم تخصيصها لهذا الغرض، روعي فيها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. كما تم التوجه إلى أماكن إقامة المواطنين لتوزيع المساعدات عليهم في إطار تخفيف الأعباء عنهم ودعمهم ومساندتهم. وشملت القوافل خدمات شرطية تقدم للمواطنين، بخاصة مصدرات قطاع الأحوال المدنية للتيسير عليهم في الحصول عليها دون عناء التوجه إلى مقرات الأحوال المدنية. تلك القوافل تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية للمواطنين، بخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء عنهم ومساندتهم، في إطار توجه الدولة وحرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين. قافلة كبيرة من المساعدات الطبية والعينية والخدمية التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في المناطق الحضرية الجديدة والأكثر احتياجاً، وهي ليست الأولى من نوعها التي تقدمها الوزارة للمواطنين في تلك المناطق، وإنما هي امتداد لسلسلة القوافل الموجهة إليهم في هذه المناطق في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.